للتواصل مع قناة الأهلي من الآن. شارك بآرائك في الصفحة الرسمية الوحيدة لقناة الأهلي على الفيسبوك www.facebook.com/الأهلي TV. قناة الأهلي، التواصل مستمر معك. جميعنا نحيا على أرض واحدة، وجميعنا نسعى ونبحث عن رزقنا، ولكن كيف في يوم تذهب لتشجع منتخب بلدك وتبقى جنبا إلى جنب مع الآخرين، وفي اليوم التالي تتشاجر مع نفس الأشخاص لمجرد اختلافكم على ألوان أعلامكم؟ كيف توافق على رجوع شخص لا تعرفه مصابا من الاستاد بسببك؟ في البداية هو اختيارك، وفي النهاية هي رياضة، لا للتعصب، نعم للروح الرياضية. اهلا بكم من جديد كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا كل سنه طيبين، العيد خلاص داخل علينا، وعشان العيد وعشان خاطركم وعشان كل الرياضيين النهارده معانا الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره عشان نتكلم معاه. الدوري راجع يا استاذ جمال، الكاس راجع، اخبار الحياه الرياضيه في الفتره المستقبليه ايه؟ لكن في البدايه كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه، كل سنه وشعب مصر كله بخير وسعاده ان شاء الله. ونتمنى ان مصر ترجع زي ما كانت ان شاء الله في الفتره اللي فاتت، ترجع للهدوء بتاعها، لمصر القوية، مصر قوية في كل حاجة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله نتمنى أن شعب مصر كله يتوحد في الفترة اللي جاية إن شاء الله. أستاذ جمال، حضرتك استلمت تركة ثقيلة، حضرتك استلمت دوري موقوف، لوائح فيها كلام بتتعدل، يعني كلنا عارفين المهمة الصعبة اللي حضرتك جيت عليها، ولكن بكل شجاعة قابلت المهمة وكمان طورت بالقدر المستطاع رغم بعض الأشاوسة كده اللي بيستخبوا طيور الظلام، ولكن طورت بشكل كبير. لكن ما يهم الشارع الرياضي المصري الآن، هل ممكن للدوري أن يعود قريبا، ولا ودول الكاس يرجع من دور 16، ولا لسه ما نقدرش نتكلم في الكلام ده؟ لا إن شاء الله بإذن الله. احنا نبدأ الأول نتكلم على الكاس، لأن الكاس تمام. هو المسابقة اللي موجودة من السنة اللي فاتت. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ فيها خلال سبتمبر، ويمكن عندنا يعني ده حصري اهو بقول لحضرتك ان احنا النهارده ان شاء الله، يمكن كان في وعد ان الجهات الامنيه ان تكمله الكاس اعتبارا من سبتمبر اللي جاي ان شاء الله. يعني ان شاء الله الاتحاد الكره حصل على وعد ان شاء الله من الجهات الامنيه ان شاء الله باستكمال الكاس من دور 16 في سبتمبر، نقدر نقول بعد ماتش غينيا، بعد ماتش غينيا ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للكاس. بالنسبه للدوري طبعا، احنا يمكن كقرار مجلس اداره الوقت الظروف الموجوده دلوقتي ما تتيحش ان احنا نتكلم في بدايه الدوري في الفتره الحاليه دلوقتي، تمام، ولسه في فتره القيد الثانيه ان شاء الله. بعديها قلنا ان احنا يبقى في اجتماع نحدد فيه بدايه الدوري بعد ما تجتمع لجنه الانديه، ويمكن النهارده كان ليهم اجتماع لجنه الانديه وهيعرضوا ايه اللي تم في الاجتماع النهارده، يتعرض على المجلس اللي جاي ان شاء الله، ويبقى تتحدد الرؤيه الكامله بالنسبه لبدايه الدوري ان شاء الله برضو يكون في سبتمبر باذن الله بعد ماتش غينيا. يعني ان شاء الله في اجتماع لرابطه الانديه، وفي ان شاء الله رغبتكم ورؤيتكم ان الدوري يرجع في نهايه سبتمبر كده، يعني قبل 10، يعني الكلام كان بيتقال 22/9 ممكن ولا؟ ان شاء الله باذن الله. بس احنا انا برضو عايز اقول حاجه. اتفضل. انا يمكن في اللائحه عندنا، في لائحه النظام الاساسي، ان لجنه الانديه ليها دور مفروض بتقوم بيه، يعني بالنسبه لاداره المباريات، بالنسبه لاداره المسابقه مع الاتحاد المصري لكره القدم، متحدده كده بند صريح في اللائحه بتقول ان لجنه الانديه من حقها اللي هي الاداره، بعد ما تنتخب مجلس اداره كامل بالنسبه، او قصدي اللجنه تنتخب، يتم انتخابها من قبل اعضاء الانديه اللي هي الدوري الممتاز، فبيتحدد في لجنه، وبعد كده بيحددوا الرئيس بتاعهم، بيبتدوا ليهم رؤيه ان هم برضو معانا، لان هم مشاركين معانا، يعني هو ما ينفعش ان احنا نفصل بين الاتحاد المصري وبين لجنه الانديه او الانديه الموجوده. تمام. ليهم رؤيه
احنا برضو لازم نحترمها وتبقى موجوده عندنا على الترابيزه في الاتحاد المصري لكره القدم، ويبقى في عندنا برضو 2 أعضاء من مجلس الاداره بيتم ترشيحهم من الاتحاد. يمكن عندنا كانوا في 2 أعضاء مجلس اداره الفتره اللي فاتت كانوا معاهم موجودين ومستمرين لغايه دلوقتي، لان لسه ما حصلش الانتخابات الجديده بالنسبه للجنه الانديه. تمام. عندنا البشمهندس ايهاب والبشمهندس محمود الشامي، الاثنين يمكن عملوا مجهود رهيب بين الاتحاد وبين لجنه الانديه. يعني لائحه جمال بيه بتقول ان لجنه الانديه هي اللي هتدير معاكم الدوري من المسابقه الجايه وفقا للائحه. لا هي مش من المسابقه اللي جايه، هي المسابقه اللي فاتت كمان. المسابقه اللي فاتت. بس المسابقه اللي فاتت كان الكابتن حسن حمدي بمجرد ما انا جيت قال فاحنا مش مجهزين او مش جاهزين السنه دي ان احنا ندير المسابقه، فهنخليها للسنه الجايه ونشوف الرؤيه بتاعتنا ان شاء الله ايه. فيمكن العلاقه بقى هتبقى هنا بين اتحاد الكوره ولجنه الانديه اللي بتدير الدوري هيبقى شكلها ايه؟ لا دي ما هو طب ما النهارده انت في عندك لجنه مسابقات بتدير الدوري. تمام. لا في تختلف، في لجنه الانديه طبعا ان هي فيها ناس كانوا محترمين جدا موجودين وموجودين لغايه دلوقتي. ان شاء الله باذن الله برضو يبقى في تعاون اكتر. احنا كان انا بقول لحضرتك كان يمكن في البدايه اطرح الفكره، وكان كابتن حسن حمدي كرئيس لجنه الانديه عرض قال ان انا مش هندير السنه دي، وبناء على احنا رشحنا برضو من عندنا، ويمكن كان في توافق بيننا وبينه برضو على الترشيح، والكابتن البشمهندس مازن مرزوق، واستمر في اداره المسابقه. السنه دي ان شاء الله لجنه الانديه يعني نتعشى من هم برضو ياخدوا دور بتاعهم وهم يديروا المسابقه، لان احنا عايزين ان لجنه الانديه لازم تفعل بادارتها للمسابقه ان شاء الله. تمام. قيل في الفتره اللي فاتت ان جمال عايز يدير وجمال عايز يخليها. بالظبط. انا عايز برضو اقول على الهواء اني رئيس الاتحاد مش بيدير مسابقه، يعني في لجان، في مسابقات، في حاجات موجوده. ما ينفعش رئيس الاتحاد نقول ان هو لا هو عايز يدير المسابقه. طب انا عايز اديرها ليه؟ هل ليه هدف معين ان انا فرقه اساعدها؟ ماليش مصلحه. فالنهارده لا، يا ريت برضه لجنه الانديه ان شاء الله يكون خدوا قرار النهارده ان هم فعلا يديروا المسابقه، لان دي هتشيل من علينا عبء كبير جدا. يعني السنه اللي فاتت يمكن كان تحملنا المسؤوليه كامله على المباريات، على الامن، كنا ما بننامش اساسا عشان نستنى المباراه هتقام النهارده تتغير في اخر 48 ساعه، في اخر 24 ساعه تغير الملعب، ونلاقي صعوبات من الانديه برضو ان ازاي بتحولني من ملعب لملعب. يعني لا، لما تبقى الانديه هي حاسه بالظروف اللي معاها هي اللي في المطبخ زي ما يبقى بنقول. هو طب استاذ جمال، يمكن طبعا الماتش اللي هيعيد الحياه لنا جميعا هو ماتش ودي، يعني ماتش ودي طبعا بتاع اوغندا في الاول. نعم. ولكن ماتش غينيا مهم. ليه نلعب في الجونه؟ هل انتم مخاطبين الامن طبعا للعب في برج العرب؟ وموقف المباراه دي ايه لو اتلعبت في برج العرب؟ لان دي ربما تكون الدفعه القويه لعوده طبعا الكاس والدوري. لا، هي برج العرب او الدفاع الجوي دي لازم نفصل بين الامن وبين القوات المسلحه. تمام. فهي القوات المسلحه هي اللي مش عايزه اللعب يتلعب على ملعب القوات المسلحه. فالنهارده انت عندك ملعب الجونه، الامن موافق عليها من دلوقتي انها تتلعب في الجونه يوم 10/9 برضه. يعني انا اللي انا عايز اقوله ان في لازم نفصل بين الاثنين النهارده. ما نقولش ان الامن هو اللي مش عايز يلعب، لا، الامن في دي هو بيدي الموافقه بناء عن التصريحات اللي موجوده. فالدفاع الجوي او برج العرب يبقى لسه في فتره مخاطبه ان شاء الله مع القوات المسلحه، ان شاء الله باذن الله نقدر ننهيها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. من الاجدى يا استاذ جمال اللي كان يحصل تعاون في اضاءه ملعب الجونه بدل ما نفضل نتكلم على الاضاءه والملعب، خاصه ان الاهلي والزمالك لعبوا في ظروف صعبه جدا، ونتيجه مباراه الاهلي الاخيره طبعا بتعكس اللعب في الصيام. لا، هو انا يمكن اتكلمت مع الاستاذ احمد الصحيفي، وبالمناسبه انا برضو بهنيه وبشكره على الهوا، وبقول له كل سنه وانت طيب الاول حاج احمد، وبشكر برضو البشمهندس سميح، لان فعلا عملوا مجهود كبير في الفتره طبعًا اللي فاتت. طبعا حتى في مباراه الاهلي والزمالك عملوا مجهود فوق الوصف يعني، وبشكرهم، وانا بعت لهم جوابات شكر في الفتره دي. لكن الاضاءه دي على النادي، وانا خدت يعني يمكن البشمهندس الحاج احمد صحيفي قال ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبتدي يدور على اضاءه الملاعب. بس هو كمان في حاجه، والنهارده ما تضيقش الملعب بتاعي وفي الاخر تيجي في البطولات بتاعت المحليه الدوري او الكاس وتقول لي العب بره. دي المشكله يعني. فلا، لكن هم ان شاء الله حتى قال لي على التكلفه، وان شاء الله باذن الله هو هيتولى
الباشمهندس سميح ان شاء الله اضاءه الملعب. يعني ان شاء الله برضو ده خبر جديد من حضرتك ان شاء الله. هم لان هو يعني حاسوا ان في ضغط هيبقى عليهم، وثانيا ان احنا كمان عايزين نفعل المناطق السياحيه زي الجونه زي شرم الشيخ زي الاقصر زي اسوان، لابد ان يكون فيها ملاعب وفيها ملاعب مضاعه، عشان لو احنا برضو استضفت فرق كبيره ما تلعب هناك، ايه المشكله؟ يعني ايه المانع ان انا العب في ماتش العبه في اسوان، واسوان يبقى في ملعب مضاء، لسه الملعب الاستاد ما خلصش بس هيخلص على الفتره اللي جايه ويبقى في مباريات هناك، ايه المانع يعني؟ لان احنا بننشط السياحه ان شاء الله. استاذ جمال علام، عايزين نتكلم بقى، احنا في اخر الايام المفترضه دي، عايزين نتكلم بقى بشويه صراحه، ويعني يتسع صدر حضرتك للي انا هتكلمه معاك، لان الكلام عن الخلافات والصراعات داخل اتحاد الكرة في التقارير الصحفية الأخيرة كتير جدا، ومشاكل داخل اتحاد الكرة. نبدأ أولا، هل توجد مشكلة بين حضرتك وبين المهندس هنا بوريدة؟ طيب أولا أنا أقول حاجة الأول بالنسبة للصحفيين، لأن الصحفيين أنا يمكن علاقتي بيهم جيدة جدا، مفيش صحفي بياخد معلومة مني أنا شخصيا ما كانتش اللي هي الحقيقة. فالنهاردة أنا ما بتكلمش مع أي صحفي في أي خبر حتى ولو كان خبر مغلوط، فحتى لو ما كان في عتاب بيني وبين احد الصحفيين او مكتوب، فقلت له اذا كان الخبر جالك ويخصني انا كان المفروض تكلمني انا. تمام. ما تمشيش ورا تيار معين او واحد معين ليه هدف او ليه مصلحه، فما فيش داعي انك انت تكبر الموضوع اكبر من اللازم. وانا اقسمت له على الهوا، هو بيكلمني في تليفون، قلت له اقسم بالله لا اتكلمت مع الكابتن هاني بوريدة ولا هو كلمني ولا حصل خلاف معايا في تليفون ولا اتكلمنا مع بعض. يعني ازمه مفتعله من احد الاعضاء بيسرب اخبار. معلش احنا انا حتى لما انت عملت مداخله معايا وقلت لك، قلت لك ربنا يهديه على نفسه، لاني ما ينفعش النهارده نسير ايه المصلحه العامه؟ ايه المصلحه انت في فتره دلوقتي انك انت بتعد فرقه وعايز توصل لكاس العالم جاي في فتره فيها فرقه؟ لا، انا قلت قبل كده وبقولها تاني واكررها، ان الكابتن هاني بوريدة راجل قيمه رياضية موجودة في مصر، الكبير والصغير لابد يحترمه. فالنهاردة أنا ما أقولش إن أنا في مشكلة بينه وبين كابتن هاني بوريدة، وهي أساسا ما فيش، لا هي دور بطولي ولا دور حصل فعلا. فالنهاردة ما أقدرش نتكلم في حاجة ما حصلتش، لكن لو حصلت يعني مع كابتن هاني بوريدة يعني أنا هقولها على الهوا. لو حصلت في حاجة حضرتك حبيت تتدخل في شؤون لجنة الأندية و كابتن هاني رفض. طب نجيبها برضو نتكلم دي. معنا نفسر بس للناس. لا نجيبها برضو نتكلم. تمام. يمكن برضو خيل في نفس الكلام. يمكن انا كان في محادثة بيني وبين الكابتن حسن حمدي وسألوا على التليفون. تمام. سألت يا كابتن حسن انت قلت مش هديره كذا 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 والسندية هديره كذا كذا. انا مش عايز اقول على الهوى ان هذا الشخص الكلام اللي بيقوله معرفش هل الكلام ده هو اللي بيقوله يعني واعي ان هو يقول الكلام زي كده او يسرب اخبار زي دي، في حين هو اللي رده مختلف. يعني النهارده لما نيجي نقول ان احنا عايزين نعمل بروتوكول مع الانديه، هو عرض قدام مجلس الاداره كله على اعضاء مجلس الاداره كلها وقال يعني طب ما نسيب الموضوع ده دلوقتي، ما في انتخابات يوم 4/8 مش عارفين المجلس مين اللي جاي ومين اللي رايح. تمام. وليه نعمل كذا ونعمل. فالنهارده اذا كان انت ده رايك ما تنسبش رايك لحد غيرك. فيمكن انا اتحملت سنه كتير ان انا بروض وبحاول ان انا اوفق بين اعضاء مجلس الاداره، حتى لو كان في خلاف بحاول احله مع الاعضاء بينهم وبين بعضهم، لكن لما تيجي عندي انا لا، انا ما عنديش مصلحه ولا ليا مصلحه مع احد. وقلت قبل كده ان انا لا بفكر في جمعيه عموميه عشان اخش انتخابات تاني ولا بعد نفسي لانتخابات جايه. فانا بالنسبه لي انا عارف اعضاء الجمعيه العموميه ناس محترمين جدا، عارف الانديه كلها محترمه جدا، وعارف ان هم بيحسبوا خطوات كل واحد موجود بالنسبه لهم. ما عادش برضه على انك مش هتخوض انتخابات اتحاد الكره. لا يعني انا ما عادش في انسياق تاني في الجمعيه العموميه الناس. تمام. لان الناس كلها بقت واعيه، كلها فاهمه وفاهمه مين اللي بيقول ومين ما بيقولش. انا كانوا بيتكلموا مني اعضاء الجمعيه العموميه، كان في برضه بيتكلم عضو بيكلمهم ويقول لهم ان احنا عايزين نتكلم وجمال منع منكم ال 5000 جنيه ومنع منكم مش عارف ايه. الكلام ده كله يعني جمال علام مش معاه الفلوس في جيبه ومانع ان هو يدي اعضاء الجمعيه العموميه، لا دي في مخصصات موجوده في الاتحاد. ويمكن احنا حطينا شروط. صورة حضرتك قدام الجمعيه العموميه القصد منه ايه؟ من الاخر كده وحضرتك مش داخل الانتخابات.
والله ما اعرفش، بس انا اشك ان اعضاء الجمعيه العموميه بيفكروا بالطريقه دي. تمام. لاني انا زي ما انا قلت ان الناس دي شايفه اللي قدامها ان يعني لما ارفع التليفون على اعضاء الجمعيه العموميه، استاذ جمال علام مش عايز يديكوا فلوس، استاذ جمال علام مش عايز يمشي القصه دي، الكلام ده اكيد يعني حاله من اللغط. يعني انا عايز اقول حاجه، طب وليه الكلام ده كله؟ ما هو بدل ما نتكلم كده كلنا، ما اذا كان ان جمال علام هو اللي عامل ده كله، ففي الاخر بينسب للاتحاد المصري لكره القدم. بالظبط. بيحسب للمجلس. تمام. لما يجي جمال بيعمل حاجه ضد الجمعيه العموميه، طب ما يبقى كلنا نمشي، وانا سالت قبل اي حد فيهم لو احنا مش بنعمل للجمعيه العموميه، ولكن انا عملت للجمعيه العموميه وفكرنا حطينا في اللائحه كلنا كاعضاء مجلس اداره بالكامل ايه المزايا اللي تعود على اعضاء الجمعيه العموميه سواء من القسم الثاني والثالث والرابع. فالنهارده ما ينفعش ان احنا نزايد على بعض. ما ينفعش ان انا اقول هذا العضو يقول لك انا الجمعيه العموميه انا اللي خليتها الجمعيه العموميه اللي فاتت ما جاتش يوم الانتخاب وجت تاني يوم، اتصلت بيهم قلت لهم ما تجوش. ما ينفعش الكلام ده، هو قاله. ما ينفعش، ما ينفعش، لان اعضاء الجمعيه العموميه انا عارفهم اعضاء محترمين. حتى لو كان انت معاك واحد وسمع كلامك، ما انا عندي ناس في الجمعيه العموميه بكلمهم بيسمعوا كلام مثلا، لو انا كلمتهم وسمع كلامي يبقى معنى ذلك ان انا مؤثر عليه؟ لا، ما ينفعش. عضو الجمعيه العموميه هو عضو الجمعيه العموميه في هذا التوقيت وصراع داخل اتحاد الكوره، هل في مصلحه الكوره المصريه في ظل توقف النشاط وعايزينه يرجع والتاهل لكاس العالم والظروف المحيطه بالرياضه المصريه؟ طب ما انا اقول لحضرتك حاجه، السؤال بعكسي، انا عندي كام عضو في مجلس اداره؟ 10. تمام. طب ما نسال التسعه التانيين الباقيين ايه تقييمهم لرئيس الاتحاد المصري لكره القدم، او ايه تقييمهم يعني لرئيس كلام حضرتك دلوقتي ان ما فيش تكتل، هو في مثلا عضو خارج عن الاطار العام والباقي اللي يعني بقيه الاعضاء في نفس الانسياق مع حضرتك. يعني انا عايز اقول حاجه، لان انا يمكن في العمل في الاتحاد المصري انا قلت ان احنا ما فيش حاجه اسمها ديكتاتوريه. يمكن حاجه تعباء اساسا هو شخص ده، ان انا على اساس ان انا مثلا لما تيجي حاجه لا لازم تتعرض على الاعضاء، لازم يتخذ قرار جماعي. اذا كانت دي تعباء هو ده طريقتي. انا ما بعملش حاجه. جمال، من يدير اتحاد الكره؟ رئيس الاتحاد ولا عضو في الاتحاد؟ والله انت بعد اللي انت شفته تعرف مين اللي بيدير رئيس الاتحاد ولا عضو الاتحاد؟ ما هو طالما يقلب عليك او تبص ان في هجوم عليك يبقى انت اللي كسبان مش خسران. تمام. المكسب بتاع حضرتك ربما يعرضك لبعض المشاكل مع الجمعيه العموميه، لكن ابرز حاجه اتقالت في الفتره اللي فاتت وحضرتك عايز تاكدها للجمعيه العموميه. ابرز حاجه قالت ان هو جمال علام بيفكر ان هو ما بيهبطش الفرق ومش عايز يهبط ولا عايز يصعد، يعني ضد فكره. هو الكلام اللي كان ماشي الفتره اللي فاتت السنه دي مفيش هبوط. اه الكلام اللي ماشي دلوقتي ان لا. هو عايزين نخلي مفيش هبوط وان بالزبط. الناس تصعد الفرق بالظبط، وده جمال علام واقف قصادها. لا، جمال علام مش واقف قدام المصلحه العامه بقرار مجلس إدارة كامل. تمام. لأني ما ينفعش النهاردة أنا أقول أنا عايز إيه وعضو مجلس الإدارة اللي جنبي بيقول لأ، فلابد إن احنا نتوحد في قرار مجلس الإدارة. المشكلة برضو مع هذا العضو برضو راح قال للأعضاء نفس الكلام ده، ودي أنا شايفها مش مظبوطة، لأن أنت كعضو مجلس إدارة داخل منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم لابد إن القرار بمجرد ما اتاخذ سواء قرار بالإجماع أو بالأغلبية فهو قرار مجلس إدارة. ما ينفعش ان انا اتاجر بزميلي واقول ان فلان وفلان 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 دول ضد كذا وفلان 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 مع كذا. ما ينفعش، ما ينفعش نجامل. هات لي عضو مجلس اداره في الجمعيه، عضو في الجمعيه العموميه انا اتصلت بيه قلت له عضو فلان قال كذا او عضو فلان قال عليك كذا. ما ينفعش. ممكن انا اتعلمنا كده. ممكن حضرتك تجاوبني بصراحه، لمصلحه مين اللي بيحصل في اتحاد الكوره؟ هو يعني في التوقيت ده خطا طبعا، لاني المفروض يعني مصلحة يعني فردية ولا المصلحة؟ ما احنا لازم نعرف. لا، هي مصلحة فردية. لا لا، مصلحة فردية، والهدف منها ان هذا الشخص مثلا بيقول ان هو رئيس الاتحاد مش عايز يعمل كذا للجمعية العمومية. انا واثق ان الجمعية العمومية لو جبناهم وقلنا لهم ان القرار بتاعنا كلنا بالاجماع كذا، طب ما انا عندي، ما عندي الجمعية العمومية ما هي تقرر اللي هي عايزاه. يعني احنا تمام. احنا بنطالب بالجمعيات العموميه كلها للطلب، ما الطالب اللي هي عايزاه. بيتاخد على حضرتك انك في بعض اجتماعات اتحاد الكره المهمه حضرتك بقيت ما تكملش الاجتماع وتمشي علشان ما تعملش مشكله، لكن ده برضه اتفهم غلط. لا لا لا، هي مره واحده بس اللي حصل ان انا مشيت، لاني في حاجه عايز اقولها. يعني في الاداره اللي احنا اتعلمناها، الاداره دي
طريق مختلف خالص عن انك انت بتتكلم في إدارة او انت داخل على حاجة جديدة. فالنهاردة انا لا دارس إدارة وعارف ادير ازاي وعارف المكان ازاي يدار وعارف كل حاجة فيه. يمكن انا قلت في البداية ان انا دخلت مكان انا معرفوش كجوه تمام، لكن انا من بره عارف سواء كنت عضو في الجمعية العمومية او عضو في بالزبط. او رئيس نادي او عضو في او رئيس منطقة، يعني عارف اللي بره، لكن اللي جوه لا معرفوش. فلما دخلت جوه ابتدينا ان احنا نعرف كل حاجه في اللي جوه. الاداره بقى الفن بين المجموعه، وخصوصا لما يبقى الترابيزه عليها 11 راي، فلابد انك انت في الاخر تطلع براي الصح بالاغلبيه او بالاجماع. فلما تيجي في واحد يقول موضوع غير الموضوع اللي بيحصل اساسا، ويخلي الاعضاء يحصل خلاف خالص، فتخليك تمشي. فالنهارده لما تيجي في موضوع انا اللي مشيت فيه واحده بس، ان احنا بنتكلم كان معروض من ضمن الورق ان هو الاتحاد المصري عايز عربيه. تمام. فوقف بيكلم اللي يقول له لا ولا شيل البند ده. فالاعضاء قاعدين مش فاهمين اساسا الموضوع. تمام. فما ينفعش ان انا يعني في منصب في الاداره ما تنزلش بيه تحت. انت تعليه، يا تعليه يا سيبه تمشي. طيب، معنى كلام حضرتك ان حضرتك ديمقراطي جدا مع مجلس اتحاد الكرة. بديمقراطيتك دي ايه القرار اللي اتاخد وانت كنت ضده ومع ذلك مشيته، وايه القرار اللي قدرت تقول عليه لا كده صح؟ لا، هو قرارات عشان تكون في الصورة، القرارات لما بتبقى في مجلس الإدارة بناخدها في الآخر، قرارات بيبقى الكل مقتنع بيها، حتى لو كنت أنا معترض عليها أو حتى لو كان عضو مقتنع معترض عليها، بس في النهاية لابد إن احنا نقنع، نحاول إن احنا نقنع بعضينا إزاي القرار يبقى صح عشان يبقى المجموعة كلها صح. فالقرار أنا بقول لك كل القرارات اللي اتخذت في اتحاد الكرة لا، قرارات كلها أنا مقتنع بيها، لأن قرار كان فيه إذا كان فيه معارضة بتبقى المعارضة ونناقش الرأي والرأي الآخر لغاية ما نوصل للصح بتاعنا احنا إيه. لا، أنا مقتنع بالقرارات صح، والقرارات كلها في صالح الأندية، والقرارات كانت كلها في صالح تطوير الكرة المصرية. واللي انا عايز اقوله برضه على الهوا ان هذا العضو اقسم بالله ما في حد دخل الاتحاد في اي منظومه احنا كنا حاطينه او في لجنه هو مقتنع بيه. يعني كل واحد ما يعرفش ما يفهمش ما ي... لا، ما ينفعش ان انا انزل من الناس كلها في الفكر والمعنى واللي جاي النهارده عشان تطوير يبقى لا ده راجل ده جاي لتطوير، نقول لا ده تطوير. ما ينفعش ان انا اقلبه واقول لا ده المعلومه بتاعتي كذا، المدير الفني اللي احنا جايبينه يقول لك لا ده مش عارف كذا وكذا. ما ينفعش، الناس كلها عقلياتها، لازم احترم عقليات الناس لان انا اخد خبرات من الناس. هعرف من حضرتك ليه ما قعدتش بشكل شخصي مع هذا العضو، وليه ما حاولتش تقرب القصه رغم صبرك كله، واكتفيت بكلمه سنه كفايه، وسنه كفايه دي ليها دلاله عند كل المصريين. لكن معايا الكابتن سيف زاهر، واحد من اعضاء اتحاد الكره المميزين والناجحين في عملهم، واللي أدى وعمل بصمة كبيرة في اتحاد الكرة. كابتن سيف، كل سنة وحضرتك طيب. كابتن إيهاب، بمسا على حضرتك وعلى جمهورك، وكل سنة وحضرتك طيب، وجمال بيه إعلام منور. الله يكرمك كابتن سيف. كابتن سيف، رئيس اتحاد الكرة ديكتاتور ولا ديمقراطي؟ ديمقراطي طبعا. هو الأول الحقيقة يعني جمال بيه، يعني احنا بقى لنا سنة موجودين معاه، هو راجل الحقيقة شخصية محترمة جدا. انا سامع حضرتك السبب بتقول له يعني ايه القرار اللي انت اخذته، او كنت مقتنع او ما كنتش مقتنع. الحقيقه اللي انا بستغربه من الاعلام ان احنا الوضع على الترابيزه مختلف تماما، احنا بنقعد نتناقش كلنا ونطلع بالغلط. يعني عمري مش فاكر بصراحه ان احنا يعني فعلا بقرار كان في النهايه هو بالاجماع، حد مقتنع حد مش مقتنع، ما فيش اي مشكله. ولكن يعني ساعات بقرا الحقيقه حاجات في الاعلام او بسمع حاجات مخالفه تماما للواقع، ولكن استاذ زمان طبعا راجل ديمقراطي بنسبه 100%. كابتن سيف، أكتر حاجة في الفترة اللي فاتت أثارت انتباهك في الإعلام الرياضي، خاصة وإن كلنا أمل فيكم وفي المجلس بإعادة واستئناف الكأس ثم عودة الدوري والتأهل لكأس العالم، وثلاث ملفات أهم من بعض، لكن الصراع في هذا التوقيت هل يفيد هذه القضايا ولا هيأثر عليكم وعلى مسيرتكم في عودة النشاط؟ يعني حضرتك بمنتهى الصراحه استاذ ايهاب، انت احتمال يعني قريب مني يعني او صديق شخصي ليا، المنظومه لازم تتغير، لازم الناس كلها تعرف
ان سواء اعلاميين سواء اعضاء مجلس اداره سواء جمهور كله لازم يعرف ان لازم يتكاتف عشان النشاط يستمر. القصه مش اتحاد كوره بيصيب او بيطبق او بينجح، لا يعني انت عشان ترجع الرياضه عشان الدوري يبقى موجود عشان الاعلامي النهارده اللي بيتكلم او بيسخن او عنده مبدا بيتكلم عليها او النهارده اللي بياخد بايه او بياخد مليون اصبحت كلها مركب واحده، كل الناس تقف في ظهر بعض، ما بقاش كلام. يعني زمان كان لما يجي حد في مجلس اداره يقول لك ايه انا عايز الناس تقف ورايا، فالناس تقف ما تقفش، هو الدوري شغال والكوره راجعه. لكن احنا دلوقتي لا، بنتكلم بمنطق مختلف، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بقينا في نقطه صعبه، سنتين الدوري بيتلغي، معرض ان انت تبقى في صعوبه في وجود الدوري، محتاج كل الناس تقف، محتاج النهارده مهما الجمهور النهارده كان في حاجه ما ينفعش يبقى فيه هجوم، ما ينفعش يبقى فيه النهارده كل واحد يدعي البطوله، لازم نفتح الحوار، لازم يبقى فيه حوار مع الشباب مع الجمهور مع الاتحاد، لا لمصلحه الكل، لمصلحه الاعلامي اللي عايز ياخد ملايين او ياخد الوفات، لمصلحه مجلس الاداره اللي عايز ينجح، لمصلحه الجمهور اللي عايز يتفرج على كوره. يعني دي وجهه نظري الشخصيه او دي او ده الموضوع الحقيقه اللي شاغلني او شاغل تفكيري. يعني كابتن سيف، سنة كفاية، تقييمك لأدائكوا في سنة ورسالة تبعثها أمام الملايين لرئيس الاتحاد للمرحلة المقبلة. هو طبعا سنة كفاية، بس عايز أقول لك أستاذ إن هي سنة الحقيقة كانت صعبة جدا، سنة كلها أزمات وكلها مشاكل، عندك ملفات كتير قوي محطوطة في الدرج، كل ما تيجي إن أنت تنفذ أو تطلع ملف أو الظروف القرار مش 100% من عندك، انت بتعتبر خط تاني. يعني انت بعد دلوقتي اصبح وزير الداخليه هو من يقود الكره المصريه بمنتهى الصراحه، يعني هو النهارده قرار في دوري مفيش دوري، هتلعب ماتش مش تلعب ماتش، فانت ما تقدرش خلاص تتحرك غير بموافقه الداخليه. فاصبحت النهارده يعني ان عشان نقول ان احنا في ملفات طلعت او ظروف الشارع المصري صعبه جدا، ولكن اللي انا اقوله بثقه ويعني وبمنتهى الفخر والاحترام ان احنا في خلال السنه مفيش قرار مجلس اداره اتاخد سواء مني سواء من غيري سواء اي حد من الزملاء كان في نوع من المجامله، مفيش حد اشتغل لمصلحه شخصيه، مفيش واحد بيبص لهدف شخصي لنفسه او للانتخابات او لاستفاده ماديه، ده الحقيقه يعني ما كانش موجود خلال السنه دي، وحاجه الحقيقه نفتخر بيها. ولكن يعني ملفاتنا كتير جدا عشان نطلعها، عشان اطلع اقول لك او اضحك اقول لك ان احنا يعني في دماغنا نعمل كده او ملفاتنا او اعدادنا، احنا مش عارفين بكره في ايه، وهي دي اصبحت المشكله. احنا محتاجين هدوء علشان نعرف حتى الناس تقيمنا وان احنا نقيم نفسنا. كابتن سيف، اخيرا الرساله اللي هتقولها رئيس اتحاد الكره والمسؤوليه اللي عليكم في المرحله المقبله. رسالة يعني أنا بقول لأستاذ جمال علام الحقيقة، يعني هو الراجل خلال سنة في ظروف صعبة جدا أدى الحقيقة بشكل محترم وبشكل قوي جدا. أنا بس ليه عند أستاذ جمال علام يعني بستغل وجود إن هو معاك، عايز أقول له لو أنا أتوسط لك يا كابتن ما تقلقش، كبير جدا من الإعلام، إعلام الحقيقة محترم وإعلام هادف، ولكن الفترة دي بالذات يعني دايما الاعلام بيشتغل على الخلافات، او يعني في بعض الاعلام يشتغل على الخلافات او خلاف من هنا او عشان المركب تعدي وعشان الناس تنجح، مش لازم ان احنا نركز في الحته دي. حتى لو انا النهارده حد بيتجه الاعلام او بيتكلم، انا طالما ان انا بسكت في النهايه الناس بتحب احترام الناس وبكسب احترام الناس، يعني دي وجهه نظري في العمل العام الحقيقه عامه. طيب خليك معايا يا كابتن سيف، لان الاستاذ جمال برضه هيرد على حضرتك، وحضرتك خليك معانا وسامعني، وانت اكتر واحد بتغرم بقى في الصلح والحاجات دي وتجيب ده وتقعد بقى، انا فاهم القصه دي، لكن الاستاذ جمال علام مع حضرتك. كل سنه وانت طيب يا كابتن سيف. وحضرتك طيب يا فندم. وان شاء الله باذن الله بعد العيد نقعد ان شاء الله قعده كويسه، ونتمنى ان اللي بيقول في الاعلام يراجع نفسه، لان انا ما بكلمش في الاعلام، وانت يمكن تعلم يا كابتن سيف، ولما بقول كلمه بقول الحقيقه، ما بجاملش ولا ودي طبيعتي. يمكن اتقال في الفتره اللي فاتت ان انا بعيد من الاعلام، يبقى معنى ذلك ان كل اللي بيتقال علينا صح؟ لا، احنا ما بيتقالش علينا صح يا كابتن سيف، احنا مجلس محترم اشتغل كله، ولكن اللي عايز الفرقه هيتكشف وهيبان، وانا قلت في الفتره اللي فاتت ان هو لازم يتوضح ولازم يتكشف ويبان. ما ينفعش ان احنا يبقى بنقعد على ترابيزه واحده وبناكل عيش وملح مع بعض، وفي الاخر الاقي ده رد الجميل كابتن سيف،
انا سعيد بتليفونك اللي جاني اللي انا قعدت معاه يمكن اكتر من ساعتين وانت بتكلمني او ساعه ونص بتكلمني، لاني انت من يعني انا بقول من الناس اللي انا عرفتهم الناس الكويسين اللي ربنا هيكرمك ان شاء الله في الفتره اللي جايه، واعضاء مجلس الاداره كلهم بالكامل رغم هو برضو اللي بيعمله، لكن انا بقول برضو في الاخر ان مجلس اداره كله محترم. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ جمال على الهواء. حضرتك راجل شخصيه محترمه، المجلس ده محترم جدا زي ما قلت في البدايه، مش كل حاجه بتظهر في الاعلام حقيقه، ولكن عايز اقول لحضرتك حته مهمه جدا اتعلمتها الحقيقه يعني من ناس كبيره زي كابتن سمير زاهر، كابتن هاني ابو ليده، وهي الاعلام الحقيقه كلهم شخصيات محترمه، كلهم صحابنا واخواتنا. حتى لما بيحصل هجوم ساعات الهجوم يزودني وساعات عدم الرد يكبرني ويزيدني، فهو ده اللي انا يعني ده اللي انا دي وجهه نظري. حتى اللي قدامي لو صرح او بعض الناس صرحت او في خطا او في حاجه، انا لو انا النهارده ما بردش او بعدي المركب او بعدي بشكل مختلف، يعني هو ده الحقيقه المدرسه الناجحه. وفي المدرسه الناجحه دي الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي في اي انتقاد في اي حاجه الحقيقه الناس ما بتبصش ورا وبتبدأ ماشي قدام، وده الحقيقه يعني برضه فرصه بنتعلم منه. ما انا ما بردش يا كابتن سيف. ما انا عارف يا فندم، انا عارف. كابتن سيف طبعا اكيد مداخلتك دي اثرت البرنامج جدا، وقدام الساده طبعا المشاهدين شافوا كده الروح اللي بينكم المحترمه. اتمنى ان كلكم تمدوا ايديكم لبعض، وحتى لو احد الاعضاء لازم تقعدوا وتراجعوا نفسكم، ولو في اي عضو خارج عن المنظومه تضموه للمنظومه، حتى لو كان اكتر واحد بيفهم فيكم مش ازمه خالص، لكن لازم. لا 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 لا, لا اعتراض، جمله اعتراضيه، لا مفيش حد يفهم اكتر من الثاني. ده حضرتك اللي قلتها وانا بقولها تاني. اعضاء مجلس الاداره كلهم تمام، ناس محترمين فاهمين كل حاجه، بس طريقه العرض ممكن تختلف، لكن في الاخر ان انا بتقنعني واقنعك واخد القرار. الاستاذ جمال برضو حتى مش قابل الدعابه في الموضوع ده، لكن الدور ده عليك انت بقى كابتن سيف كده، يعني بعد رمضان كده ونعيد بالسلامه، وعايزين نلم الشمل كله. لان انت عارف بقى ان الفتره الجايه التحديات محسوبه على المجلس بالكامل، وعايزين نقول انتوا زي ما نجحتوا مع وزير الرياضه السابق في اعاده المسابقه، ان شاء الله المره دي ترجعوا وتكملوا الكاس وترجعوا بمسابقه الدوري وتوصلونا كاس عالم يا كابتن. ان شاء الله. اشكرك كابتن سيف. استاذ جمال علام اكيد لسه هتكلم معاك، لكن تريح كده وناخد بريك ونرجع نتكلم بمنتهى الصراحه. كابتن جمال علام عنده كلام كتير عايز يقوله، لكن بعد الفصل. كل البطولات، جميع المسابقات، رياضات العالم ستأتي إليك من خلال عدسات على قناة الأهلي. في رمضان اي ار تي حكايات 2 ترسم لكم لوحة درامية منوعة من أجمل المسلسلات. نقطة ضعف يعني جواز بطعم الحب، ميراث الريح يعني سر ابوه، العقرب خلف الله، انا اللي قتلتهم كلهم، الشيء مش كتير العك ده ولا ايه؟ الوالدة باشا. انت بتتكلمي جد؟ رمضان منورنا على قناة اي ار تي حكايات 2. للتواصل مع قناة الأهلي من الآن شارك بآرائك في الصفحة الرسمية الوحيدة لقناة الأهلي على الفيسبوك www.facebook.com/الأهلي تي في. قناة الأهلي، التواصل مستمر معك.
استاذ جمال علام طبعا والاتحاد الحالي هم جم يعني في الظروف برضو صعبه جدا، ما نقدرش نحكم على ان هم يعني في نجاحات او في اخفاقات. الناس جت لقت حال البلد هو حال اتحاد الكوره، يعني جم على يعني حريق الاتحاد الكوره، ما فيش شهر تقريبا او شهرين كان اتحاد الكوره حصل فيه الاحداث اللي هي حصلت، اتحرق اتحاد الكوره، الناس ما عادش ليها يعني جايين بدوافع على ان هم عايزين يعملوا حاجه للرياضه المصريه، كلهم عناصر مميزه اداريا، اجتهدوا في الانتخابات، خدوا اصوات جامعة العموميه، جايين بفكر عايزين ينفذوه، ولكن طبعا الظروف والاحداث اللي حصلت في مصر ما يعني كانت كفيله ان هي ما تنجحش اي حد. وانا مشفق عليهم بصراحه وبقول الله يكون في عونهم، لان هم يعني لا يعني الظروف صعبه جدا وبيشتغلوا في وقت صعب قوي قوي، صعب اي حد ينجح يعني، اذا كانت الدوله الكيان الدوله ما مش موجود، فما بالك بقى يعني اتحاد الكوره هينجح ازاي؟ ما هو انت مطلوب ان انت في امن يامن المباريات، مباراه الاهلي الاخيره يعني ما فيش ولا محافظه عايزه تستقبل النادي الاهلي، يعني حتى المنيا عرفت من سيد عبد الحفيظ ان هم كانوا عايزين يلعبوا بالليل والامن رفض، يعني اقصد اقول لك كل الظروف لا حول ولا قوه جايه ضد هذا الاتحاد. فبقول للاستاذ جمال علام طبعا الله يكون في عونك انت والاخوه الاعضاء اتحاد كره القدم المصري، يعني انا مش زي برادلي، انا اقدر اقول ان برادلي لو قدر الله ما وصلش كاس العالم الناس هتقول له شكرا انت عملت اللي عليك، يعني اقصد اقول لك ان المنظومه كلها يا محمد مش متكامله، وفي نفس الوقت احداث البلد هي اللي فرضه نفسها على الناس كلها. زي ما قال نجمنا محمد عمارة، احداث البلد هي اللي فرضه نفسها، واحداث البلد هي اللي بتتكلم، ولسه مكملين معاكم وهنتكلم كلام كتير، ولسه الصراحه ممتده مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. استاذ جمال طبعا انا مبسوط ان احنا بنتكلم بصراحه وبنوضح الامور للناس كلها، لكن بكل سعه صدرك دي والديمقراطيه الكبيره اللي عندك، ليه مثلا يعني ما بتحتويش احد الاعضاء اللي مثلا شويه يكون خارج عن النص؟ ليه ما جربتش تقعدوا وتتكلموا تتفاهموا ربما تصلوا الحل؟ هقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا اكتر واحد قعدت معاه واتكلمنا كتير، وفوجئت ان احنا بعد اخر اجتماع حتى لما احنا جايين كنا مع بعض في العربيه وبتكلم معاه هو وانا راكب عربيته واتكلمت معاه، لكن معرفش يعني هو جايز يكون لي حاجه معينه في دماغه، حاجه معينه معرفش، دي حاجه ترجع له هو، لكن اتكلمت معاه. لكن باقي الاعضاء مجلس الاداره كلها بما فيهم هو لما بيبقى فيه خلاف انا كنت بحله معاهم، يعني ما بيوصلش، لكن الخلاف اللي معايا انا صعب ان انا احله معاه هو، يعني مره فوت مره واثنين وثلاثه، بس صعب خلاص انت يعني في مثل بلدي وصلت المرحله خلاص كبير يشتروا له بيه. ربما يكون لكم قاعده كده ان شاء الله بعد العيد والدنيا، يعني نتمنى بس ان الدنيا تقفل، ان عندكم تحديات يا استاذ جمال وحضرتك بالذات في منعطف تاريخي، رغم ان حضرتك قلت انا مش ناوي ان انا اترشح فتره جايه، لكن عندي مهمه اكثر المهمات، المثلث اللي احنا بنقول عليه استئناف الكاس، عودة النشاط، الوصول لكأس العالم، المثلث ده في ظل الظروف دي حضرتك لازم يكون ليك نظرة قوية فيه إن شاء الله. لا ومش كده، ده كمان يعني احنا يمكن إن شاء الله في حاجات كتيرة برضو، يمكن زي ما قال يمكن الأستاذ محمد الكابتن محمد عمارة قال في حاجات، قال إن احنا جينا في ظروف صعبة طبعاً. وزادت علينا الصعوبة أكتر لما اتحرق مبنى الاتحاد، فأصبح كل حاجة مش موجودة، حتى المستندات اللي كانت عندك موجودة سواء في قيد أو حاجات زي كده كلها اتحرقت، المستندات الموجودة كمحاضر اتحرقت، العقود اللي كانت معمولة اتحرقت، فالنهاردة أنت اشتغلت بتشتغل دلوقتي من نقطة صفر. ده اللي هيضعف موقفكم في القضيه بتاعت الدكتور كرم كردي، لان الناس مش فاهمه الفيفا بياخد بالشق الجنائي، يعني لو هو اخذ حكم في المحكمه في تزوير لا قدر الله او في حاجه بسبب الصوت اللي هو متنازع عليه، ربما هذا يؤدي لحل اتحاد الكوره. والله طب انا عشان انا اقول هنا تمام. يمكن الناس مفكره ان الموضوع ده قلقني انا شخصيا، انا ما قلقنيش، لان انا لو مجلس الاداره
اتحل بحكم محكمة ونفذه الوزير وتعارض مع الفيفا والكلام ده، لا هتلاقيني أنا بالنسبة لي لا لازم أفكر في العقل الأول. الاتحاد المصري ده منظومة لابد إن هو يكمل الأول. كون إن أنا موجود أو مش موجود أنا مش بصارع على 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 معركة في الانتخابات. يمكن حتى لما اتكلمنا في سيادة اللواء محمد عبد السلام، والراجل برضو بقول له ألف كل سنة وأنت طيب على الهوا، برضو لما هو عرض برضو إن هو يتنازل عن القضية وطلب إن أنا يعني إن إحنا يدعين إن أنا أروح له، أنا رحت. أنا بفكرش في الكلام ده خالص، ولا بفكر إن أنا إمتى أقعد وإمتى أمشي. لا، إحنا هنشتغل لآخر لحظة، حتى لو حصل، حتى لو يعني حصل أي حاجة في الاتحاد، لا أنا مش باكي على الكرسي. أنا مش جاي إن أنا يعني بدور على إن كرسي إن أنا أقعد فيه لو هحارب فيه والناس دي أكرهها والناس دي أزعلها. لا، أنا مش جاي للمنظومة دي، أنا جاي في الآخر لشغل معايا أعضاء مجلس إدارة محترمين كلهم، لأدي اللي علينا لآخر لحظة، سواء الأربع سنين، سواء كانت ثلاث سنين، سواء كانت سنتين، سواء كانت سنة وخلصت، لا نأدي اللي علينا وبعد كده اللي يجي ورانا يكمل. طب شغل حضرتك اللي أنت بتتكلم فيه، الدوري حضرتك وعدتنا ان الدوري ان شاء الله راجع، شكله ازاي الدوري الجديد؟ شكله ما انا قلت لحضرتك ان هو لازم يبقى فيه توافق بيننا وبين الانديه. تمام. لكن اللي بيتفرض عليك حاليا دلوقتي ان انت عندك 22 نادي. تمام. وارد ال 22 نادي دول يتقلصوا، يقلوا مثلا في نادي يعني التليفونات عنده مشكله، الداخليه والشرطه يدمجوا، امبو بتروجيت يدمجوا، يبقى يعني خلاص دي هتبقى مجموعه واحده بيننا وبين الانديه، وهم اكيد هيأيدوا هذا الراي. تمام. كون رأي المجموعتين، احنا كنا بندور برضو مجموعتين، لان لابد ان احنا يعني نخفف برضو الاحتقان السنين اللي احنا قاعدين فيها دي، فترة الاحتقان. لكن لو الظروف توفرت، تقصد الاحتقان بعودة المصري مثلا؟ طبعا هيبقى في يعني ما اقدرش ان انا اقول النهاردة ان الجماهير وصلت لمرحلة التصالح 100%. لا، ما حدش يقدر يقول، لان التصالح ده لسه في قصة تاني لابد ان يبقى نابع من جماهير الترا سهلاوي وجماهير المصري، وتوصل في الاخر مع يعني ان مصالحه حقيقيه، مش مصالحه ورقيه، مصالحه بالقصاص المرضي للجميع. مش مصالحه ورقيه، يعني تبقى فيه وتسامح خلاص ووصل للمرحله دي، ساعتها تقول اللي انت عايز تعمله. لكن برضه يبقى فيه توافق مع الانديه، النظام اللي هم هيطرحوه علينا هنشوفه برضه ان شاء الله. حضور الجماهير من عدمه، هل في كلام فيه في إيه؟ المسابقه حضور الجماهير من عدمه؟ انا عن نفسي كشخصيا انا اتمنى الجماهير تعود. يعني توصيه الاستاذ جمال علام في الدوري الجديد، قال الجماهير تعود. خلي بالك انا جماهير مصر، يمكن برضه بشكرهم على الهوا، جماهير مصر اللي راحوا وتعبوا في تركيا، وبرضه منهم في ناس الحاج عصام تولى ان من شركته برضه، وبرضه بعت جواب شكر لشركته ان هو طلعوا جماهير من عندهم من مصر هنا عشان تروح تشجع هناك. فالنهارده لا، جماهير مصر كلها، سواء الحاج عصام وسواء في كابتن يوسف في السويس، شبرا، ريعو، كل الناس دي او معاهم مجموعه، عشان ما انساش بارتس، عشان ما حدش يقول لي نسيت اسم حد، لان الناس دي كلها كانت ملتفه حوالين الاتحاد المصري ولجنتهم اللي شكلناها. يمكن ما تفعلش، انا بقول لهم لا فعلوها، وهاتوا برضو الترا سهلاوي يخش معاكم، هاتوا برضو من المصري من الناس اللي هي مثلا في بينها وبين خلاف، غير انا عارف ان في عضو من المصري وعارف وريعه من الاهلي، لا هاتوا كلكم وانبذوا العنف الموجود ورجعوا جماهير مصر كلكم مع بعض ان شاء الله. باذن الله نتمنى، ودي دعوه ندعيها في رمضان كلنا، ان الخلاف كله ينبذوه الجماهير ويعودوا فعلا جماهير مصر للمصالحه، ويرجعوا زي ما كانوا، زي ما احنا بنطالبين المصالحه في الفتره. تمام. دي عموما عدم استئناف دوري او قطع الدوري اللي حصل السنه اللي فاتت والسنه دي خلى في مشكله مع الشركه الراعيه شويه والحقوق الماليه، وكلام كتير بيتقال عن الشركه الراعيه. اولا احنا يمكن احنا جينا لقينا في حاجات كتيره، ويمكن انا قلت في مره في اجتماع في هنا عند حضرتك، قلت ده احنا جينا من ضمن الملفات الموجودة في عقد بالزبط. موجود، وكانت العقد ده كان أول مشكلة قابلتنا، إن هو الدوري ما تعملش، وإزاي هنحل المشكلة دي وإزاي نوصل لحل. والحمد لله إن احنا وفقنا مع وزير الرياضة الأستاذ عمرو فاروق في الفترة دي، وراجل محترم وكل سنة وأنت طيب يا عمرو بيه، عشان برضو أوجه له التهنئة على الهوا. قام بدور كويس، وعملنا العقد الخصم 30% عن الموسم اللي ما كملش، وادينا مدينا بيها سنه. تمام. حصل نفس الموقف السنه دي، فاصبح السنه دي الخصم كام بقى؟
يعني احنا مش هنقدر، عشان عندي عندي يعني السنه فاتت كان 30%، عندي 30% مقدرش يعني مش هتعداها. كويس، في كلام قال 75%. لا لا لا، الكلام ده كله ما ينفع. ازاي 75%؟ انا عندي نسبه اتوافق عليها ما تعدهاش. تمام، وقعدنا مع الراعي والراجل تفهم، ويمكن عملنا قعده مطوله بمجلس الاداره وكان هو موجود فيها، وخدنا القرارات دي. ان في غرامات من قبل الشركه راعي كده حطاها، وانتوا هددتوا له هتسيله خطاب الضمان، وصلتوا للحل النهائي؟ لا، تسجيل خطاب الضمان في حاله واحده بس. تمام، لو هو وقف عن السداد. تمام، لكن هو منتظم؟ لا، هو كان واقف على السداد لان هو مارس. عنده غرامات، واقف من مارس. لا، ما هو مارس ده قسط مارس. تمام، ما هو العقد مكتوب ايه؟ ان قسط مارس ومعاه شهرين كمان ياخد فيها غرامات. تمام، قسط 6 ومعاه شهرين ياخد فيها غرامات. كويس، وصلتوا لحل نهائي ايه؟ النهائي دلوقتي في مبلغ متحدد عليه، هو هيسدده، قال انا هسدده بعد العيد ان شاء الله، يعني قبل ده بالنسبه للقسطين مارس ويونيو. تمام، ملابس الباقي. المنتخبات، عقد اتعمل للشركه اللي هتلبس المنتخب، العقد ما اتعملش، العقد كان قديم، العقد 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 مش عارفين الماسكه بتاعته فين. لا، العقد اديداس اتعمل واتعرض في مجلس الاداره ووافقوا على التوقيع، بس كان العقد جاي طبعا لاعضاء مجلس الاداره. يعني كان في الست اعلانات او 7 اعلانات اللي في الملعب، وبرضه ازمه مع الشركه الراعيه قصه اعلان في الملعب، وقلتوا لا يعني دي نحلها، دي كل الكلام طيب بيتحل. تمام، بس ان برضه هيتعرض عليهم في المجلس اللي جاي النسخه بعد ما ترجمت باللغه العربيه، تتعرض على اعضاء مجلس الاداره عشان يبقى برضه النسخه العربي موجوده معاه، عشان لو ليه برضه ملحوظه في العقد حاجه زي كده نعملها قبل ما نمضي العقد. 95 97 98 منتخبات اعلن عن تشكيلها، مش عارفين الناس دي هتبدا امتى، هتشتغل ازاي، هل هيتمضى لهم عقود ولا زي مدربي المنتخبات اللي قبل كده ما فهمش عقود؟ لا لا، الشغل اللي هيبقى من 15 7 لابد ان يتحرر ليهم عقود، ويبقى معاهم كل عضو في الجهاز لازم يبقى ليه عقد، ويبقى موجود العقد بتاعه، وكمان تحدد كل المهام الموجوده. يمكن في مديرين فنيين منهم قدموا الخطه بتاعتهم، طبعا احنا عشان حلينا كل اللجان، في اللجنه لسه اللجنه الفنيه، في المدير الفني ممكن هنشوفه هنراجعه، كان الدكتور عمرو كان قدم استقالته، ومن ساعتها ما يعني حتى ما حصلش فيه اتصال، لان يعني حضرتكم مشيتوا كلامه ولا مشيتوا كلامكم، اتقال كلام كتير وفي الاخر عينتوا اللي انتوا عايزينه رغم انكم والله جايبين انا شرحت لجنة هنا فنية. معلش انا برضو ايه بنذكر الناس كده، يمكن في رمضان الاجابات تتغير شويه. لا لا لا، احنا شرحناه هنا ومشينا بالترتيب، يمكن انا قلت برضو اللي في النص بس اللي هو تخطناه هو الكابتن محمود صالح، ويمكن انا قلت في الحته دي، وانا عارفه ان هو انسان اولا هو صعيدي ومحترم جدا وتفهم الموقف. ما هو انا لو جيت مع الصعايده هيقول لك ده جاي عشان الصعايده، فانا يعني برضو في حاجه الحمد لله، بس ان برضو بيثبتوا ان هم ناس بيتقبلوا القرارات في الاخر. تمام، فقدموا الخطه بتاعتهم، هتطرح الخطه بتاعتهم، في ان شاء الله اداره في المنتخبات هنتم تعيينها برضو، عشان الاتحاد المصري ما فيهوش اداره للمنتخبات، كانت قبل ما نيجي في اداره المنتخبات وما فيش اداره منتخبات، فاحنا هنعمل برضو مع مجلس الاداره اداره المنتخبات عشان تتولى تسهيل مهمه المديرين الفنيين. تمام، الجمعيه العموميه يوم 13 14 سبتمبر، اكيد في جدول اعمال معد لهذه الجمعيه. والله هو جدول الاعمال هو بيبقى معروف، اولا بيبقى تصديق على الجمعيه العموميه اللي فاتت، في عندنا ميزانيه والحساب الختامي، في عندنا الخطه اللي هتتقدم السنه اللي جايه عشان يعتمدوها، هو دي، وفي لجنه الطعون ولجنه الاستئناف اللي هي مش اترفضت، هي دي بقى سؤال انا كنت بقوله في اخباري، لجنه الطعون والاستئناف دي مع الوزير السابق ما رضيش يعتمدها. لا هو مش ما اعتمدهاش، هي كان في خطا في اجراء الجمعيه العموميه، وانا بقول برضو النهارده، انا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه، الاستمارات اتبعتت النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه، ردوا علينا وابعتوها، وخلي حضوركم في اليوم الاول كامل عشان نخلص من الجمعيه العموميه في اليوم الاول. انا اتمنى، وبرضو ما ينفعش ان انا النهارده اتصل انا بيهم اقول لهم لا تعالوا تاني يوم عشان نكمل. تمام، لا دي جمعيه عموميه هتكمل. تمام، يعني اليوم الاول هتكمل، يعني ليه ما تكملش؟ يعني برضه في يوم حد مش عايز يكملها في اليوم الاول. انا قلت في الكلام ده وقال انا ليه يعني باثر عليهم واقول لهم ما ينفعش، لكن انا عارف ان اعضاء الجمعيه العموميه ما حدش فيهم بياثر عليهم، انا عارف ان هم ناس فوق الوصف. تمام، انا يعني رحت للناس كلها وشفت في ناس كتيره جدا، ما فيش الكلام ده، ما فيش ان انا اثر عليك وما اثرش عليك، انا ممكن ما اجيش عشان ظرف عندي، بس ما يبقاش جيت ان انا انت اللي قلت لي ما تجيش، لا
او ايه ممكن تجيني المعلومه غلط، يقول لك مثلا ايه ان الاجتماع الاولاني ده مش هيكمل، تعالى الاجتماع الثاني. تمام. فطبعا الراجل ايه اللي هيجيبه ثاني اول يوم كعضو ويجي ثاني يوم، فبيجي المره الثانيه لا. طب ممكن تكمل الجمعيه العموميه اول يوم. نكمل صراحتنا، كل اجتماع جمعيه عموميه اتحاد الكوره دايما بيعمل لنا مفاجاه كده، يكون عامل مفاجاه للجمعيه العموميه وتكون مفاجاه جيده لاكتساب الثقه اكتر، بالظل يعني في الفترات الاخيره تعودنا من كل الاتحادات. مرادي في مفاجاه من اتحاد الكوره؟ لا انا المفاجاه اولا عشان انا اقول يعني مفاجاه عشان اصرف فلوس للجمعيه العموميه. تمام. لا المفاجاه اللي احنا مش مفاجاه، احنا عرضنا ايه لاعضاء الجمعيه العموميه. تمام. وعرضنا لهم وبعتنا لهم النقط الفلوس دي هياخدوها بناء عن ايه؟ بناء واحد واثنين وثلاثه، يعني حتى عقد اديداس ان احنا حاطينه برضه هنعرضه عليهم في الجمعيه العموميه، عشان حتى الجزئيه اللي خاصه بالملابس لا انا رايي ان احنا نعرض عليهم العرض ده وهم يحطوا نسبه كمان ياخدوها من عقد اديداس. احنا حطينا 5% لا تمام. بدل ملابس وكلام زي كده ما احنا نحطها نسبه مره واحده وهم يقرروا ويجيبوا اللبس اللي عايزينه. انا ليه اجيب لهم لبس اديداس غالي ما انا اديه فلوس هو يجيب اللي هو عايزه. تمام. فدي برضو ان شاء الله هي دي اللي انا اقدر اتحكم فيها، لكن فلوس هم يراعوا الاتحاد المصري لكره القدم. انا يمكن على راس المنظومه فوق ما فيش فلوس اساسا في الاتحاد المصري، لان ما فيش مدخلات معروفه في الاتحاد المصري، ما فيش حاجه داخله للاتحاد المصري، يعني كل الفلوس اللي المفروض بتخش هي اللي بتتصرف. فالحمد لله ان احنا واقفين على رجلنا لغايه دلوقتي، واقفين على رجلنا. واكيد مفاجاه حضرتك كبيره اللي قلتها دلوقتي، طبعا بدل ما ياخدوا ملابس ياخدوا قيمه ماليه يجيبوا اللي هم عايزينه. لكن اكيد في نهايه الحلقه حاب اكد مع حضرتك على بعض الاخبار اللي قلناها، الدوري والكاس يعودان. الكاس ان شاء الله يعود من دور ال 16 في سبتمبر ان شاء الله، والدوري ان شاء الله 22 سبتمبر او بدايه 10 ان شاء الله. منتخب المصري مباراه غينيا ما زلتوا بتبحثوا لها على ملعب برج العرب لو الجيش وافق ان شاء الله باذن الله. وبرده هيبقى في ماتش ثاني ان شاء الله يوم في شهر 9 باذن الله. ان شاء الله قبل ماتش غينيا، لان ده برده في فريق وصلت جمال للمنتخب ولا لسه؟ لا ما هو ان احنا ما هو دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها، ان بتعامل مع كل واحد ياخد طريقته هو اللي يفكر في ايه. يعني ما ينفعش ان انا اقول له خد ماتش كذا تمام وهو ما ينفعش هو ما يقولش هو تمام. رايه هو راي المدير الفني، فلازم الحاجات العروض اللي جايه تتعرض على المدير الفني وهو اللي قرر الكلام على مين والعروض من مين. لا في كتير في كتير باعت، بس زي. بس غالبيه العروض اللي كانت جايانا ايه، ان احنا طبعا الظروف الامنيه الموجوده في مصر ما حدش عايز يلعب، عايزين نلعب بره. طيب. فبنحسب التكلفه بره تلعب قد ايه، تكلفك قد ايه ونروح هناك. زي مين؟ يمكن ماتش غينيا اللي احنا قررنا ان احنا نعمله هنا. انا يمكن لسه ماضي التذاكر بتاعتهم الطيران، ولسه الاقامه ولسه 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 شغالين برضو هنشتغل في العيد ازاي نسوق ماتش اوغندا. ماتش اوغندا ازاي نسوق الماتش عشان حتى تمام. نعوض المصروفات اللي اتصرفت فيه. فنتمنى ان احنا نشتغل صح الفتره اللي جايه، واتمنى برضو يعود الهدوء لمجلس الاداره، وان العضو اللي انا قلت عليه يفكر في دماغه ويراجع نفسه ويرجع يفكر صح في صالح الكره المصريه وصالح مجلس الاداره، لان مش مصلحتنا النهارده يبقى في فرقه. وحضرتك توعدني تاني وباكد تاني ان ليس هناك خلاف بيني وبين الكابتن هاني ابو ريده، وليست هناك خلاف بيني وبين الكابتن حسن حمدي، وليست هناك خلاف بيني وبين الكابتن ممدوح عباس. الناس دي قامات لازم نحترمهم زي ما هم بيقدرونا. وحضرتك لما بتصل بيهم تمام، وحضرتك مستعد تقدم استقالتك في حاله اي مشكله في الكره المصريه، ومش باكي على الكرسي وجاي لمصلحه الرياضه المصريه. الحمد لله. طيب طبعا ده كلام مهم، وانا بشكر حضرتك ان حضرتك يعني سيدك اتسع لينا لهذه الاسئله. لكن اكيد قبل ما اطلع لفقره اليوتيوب في كلمه عايز تقولها لكل الجماهير المصريه. اقول لكل جماهير مصر وكل شعب مصر كل سنه وانتم طيبين، توحدوا الفتره اللي جايه. الفترة اللي جاية عايزة كل جهد مصري، لأن محتاجينه، محتاجين ننبذ العنف. إراقة الدماء زادت في مصر، لابد إن احنا نشوف الدم اللي جاي، والدم غالي جدا. اللي تأثر بفقد ابن أو ابنة يعرف معنى فقد الابن والابنة. النهاردة ارجعوا لحب مصر، مصر محتاجة لكم. جماهير الأندية أنديتكم محتاجاكم في التشجيع الصح. عايزين نرتقي بالكرة المصرية، عايزين نصعد بالكرة المصرية من الأندية للمنتخبات
للعالميه ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفق حضرتك في استكمال الكاس واستئناف الدوري والتاهل لكاس العالم. لكن بسرعه كده نطلع نشوف اليوتيوب وفقرتنا الاخيره واول فقره طبعا دي شايفين هنا لعيب الكره هتيجي في حكمه طبعا ده في القسم الثاني في الدوري البرازيلي لكن ما عندناش حكام احنا يا استاذ جمال في الدوري كان حلاوي لو في حكام محكمات يعني. دي كره جت فيها بص بقى الكره قويه شوت جت في الحكمه ما استحملتش طبعا طبعا اللعيبه سابوا الماتش وكله راح يشوف الحكمه اللي واقف ماتش وقف طبعا لغايه ما الحكمه لكن عندنا محكمات برضو شاطرين عندنا عندنا وبيديروا بعض اللقاءات في الناشئين لكن صعب نشوفهم مع الفرقه الاولى ولا ممكن نشوف ده بعد كده لا ان شاء الله يعني ما هو ده بقى طبعا ده احتفاليه في السوبر في القسم الثاني في الدوري الانجليزي خياله موجودين بس الحصان عدى على احد المشجعين او العمال في الملعب كده طبعا فالدنيا وقفت شويه طبعا اهو معدي حصان وهو الثاني بيحتفل تحت فرحان حصان عدى عليه على فكره الناس فاكره ان الخياله موجوده في لندن وفي انجلترا في الماتشات طبعا ده وهو واقع توريس طبعا وهو واقع وهو قايم بيعمل اللي هو عايزه ادي هو واقع لم الكوره بشكل حلو وكمل مع كورته اللعيبه المهاريه بتفرق برضه يا استاذ جمال طبعا ده طبعا بالوتيلي بالوتيلي ده دايما يقول عليه بالوتيلي المجنون لكن المره دي بيقولوا عليه بالوتيلي الفنان فاجئ الناس كلها انه بيعزف بيانو بيانو بقى كمان والنشيد الوطني لايطاليا طبعا دي كانت مفاجاه للناس كلها لا وبيعزف بجد عشان ما حدش يفتكر ان هو بيأدي وخلاص لا ده كان بيعزف والنشيد الوطني لكن برضه عندنا لعيبه كتيره يعني بيشابهوها ببالوتيلي كده وفي لعيبه بتخرج عن النص وبتعمل لكم تصريحات في الجرايد برضه بتبقى مزعجه يا استاذ جمال ده طبعا مباراة حكم عمل حاجة غريبة جدا في السنغال وقف المباراة يا استاذ جمال في اذان المغرب علشان يفطر ويتناول وجبة الافطار وبعد كده يكمل الماتش او الحكم بيشرب وبيفطر لو اتعملت هنا تعملوا ايه مع الحكم؟ طيب نقول لكابتن عصام عبد الفتاح لازم يراعي الحاجات دي الجمهور فيه برضه جمهور عاجبه وجمهور مش عاجبه الجمهور المهزوم بيقول لك الوقت ده هتعمل ايه في الوقت؟ هو برضه كان الوقت في الاخر هو الدقيقه 90 قام مشطب ده هو مشطب من نص الماتش ما حسبش الوقت اللي ضاف يعني ده بقى محمد صلاح ابننا الغالي وابن منتخب مصر الهدف الثاني مكابي تل ابيب احرز الهدف الثاني بازل اتقدم 3-0 وبعد كده الفريق مكابي قدر يتعادل لكن هدف جميل بيحطه محمد صلاح بيشكر ربنا وبيسجد في الاراضي الصهيونيه علشان يقول كنتوا خايفين مني وكان لازم اجي لكم وكان لازم اهدف يا استاذ جمال طبعا موهبه كبيره جدا محمد صلاح وخلوق جدا محمد صلاح يعني الحمد لله برضو لعيبه مصر ناس محترمين جدا كلهم خلوقين يعني السجده ايه طبعا طبعا دي السجده المصريه المعروفه يعني سبحان الله السجده بقت اسمها السجده المصريه لمعظم اللعيبه بيعملوها لكن برضو اللعيبه المسلمين في اوروبا بيعملوها لكن استاذ جمال علام بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب توعدني ان شاء الله كده تلم شمل اتحادك ان كان عضو ولا اثنين ولكن انت مركز على عضو تقعدوا كده ان شاء الله وتتفقوا لان كلنا بنبص لكم وعلينا امل كبير وعليكم امل كبير والاعلام كله بقت يعني مصلحته معاكم ومصلحتكم معاه ولازم كده تشدوا حيلكم وترجعوا لنا الكاس والدوري واثقين في عوده او وصول مصر لكاس العالم ان شاء الله باذن الله تمنياتنا كلنا وان شاء الله باذن الله نصل لكاس العالم باذن الله ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب يا كل سنه وانت طيب تحياتي ليكم وبالمناسبه كمان انا عايز ابارك احمد عبد الباسط بمناسبه الخطوبه بتاعته ولايه الفتح على الامير والف مبروك يا احمد الف مبروك يا ابو حميد من فريق الاعداد خطوبتك وقراءه الفتح على الاميره بشكر كل طاقم الاعداد محمود سعيد وبشكر كل اللي قاموا على حلقه النهارده ومخرجنا طارق طراف يا جماعه عايز اقول لكم ان شاء الله اننا مستمرين معاكم بعد العيد وانتظروا برنامج الخبر في شكله الجديد ومحتواه في المضمون وكل الاخبار اللي مش هتلاقوها في اي حته هتلاقوها بس على قناتكم النادي الاهلي وبرنامجكم الخبر وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين لكل اسر الشهداء كل سنه وانت طيبه يا كل ام من اسر شهداء الالتراس فقدت ابنك العزيز بنقول لك انت في قلوبنا ومش هننساكوا ابدا كل سنه وانتم طيبين يا كل ام مصريه فقدت ابنها شهيد يا رب يا رب يا رب احقن دماء المصريين كل سنه وانتم طيبين جماهير الالتراس كل سنه وانتم طيبين جماهير الكره المصريه
كل سنه وانتم طيبين كل مشاهدين، ونشوفكم الحلقه الجايه ونشوفكم الاسبوع الجاي، وعوده لبرنامج الخبر ان شاء الله من الاسبوع الجاي. والسلام عليكم. هدف مبكر، هدف مبكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإرادة حربية وطموح للفوز بيستعد النادي الأهلي لاتجاه لمدينة الجونة الغردقة لاستعداد لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس بطل جنوب أفريقيا. زي ما انتم عارفين النادي الأهلي تعادل في المباراة الأولى مع فريق نادي الزمالك 1-1، وكمان تعادل فريق ليوبار الكونغولي مع فريق أورلاندو بيرتس على ملعبه وسط جمهوره في جنوب أفريقيا. علشان كده احنا معاكم علشان ننقلكم أجواء وكواليس فريق النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي في الجونة. تابعونا. We'll be right back.
الان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. صوما مقبولا وافطارا شهيا. تعالوا معنا نشوف اجواء وكواليس فطار لاعبي النادي الاهلي وكمان ادائهم لصلاه المغرب والعشاء قصرا وجمعا قبل الذهاب او الاتجاه الى الطياره علشان يسافر للجونه لبدء في معسكر فريق النادي الاهلي. Thank you.
طيب عشان يقعد عندنا مكان كله بالسبعة ثلاثة المرة الثانية. أحمد إيه؟ ضربة الحبصية ضربة الحركة درجة الحركة فوق ال 40 باين وده كان عامل إيه في اليوم ده؟ ليه؟ اليوم ده تمام إن شاء الله ربنا إن شاء الله نقف معاك نقدر نحمل تحت إن شاء الله. يا ويلي يا عامر اطلع لف معانا في السلاح كيف كان
الأنشطة، كل البطولات، جميع المسابقات، رياضات العالم ستأتي إليك من خلال عدسات. عدسات على قناة الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم مع يوم جديد ورسالة جديدة من أجواء وكواليس الأهلي في الجون. النهاردة التدريب الأخير للنادي الأهلي استعدادا لملاقاة فريق أورلاندو بيرتس بطل جنوب أفريقيا، وكمان الاجتماع الفني للمباراة. تابعونا.